الداخلية في تمام الساعة الخامسة، لازم نعرف طبعا آخر المستجدات اللي بتدور في الإسماعيلية وفي النادي الإسماعيلي. كابتن أبو جريشة، يعني لو نطمن منك كده على أبرز المستجدات أو اللي ممكن يطمن شوية جماهير النادي الإسماعيلي. يعني من الحاجات المطمئنة شوية إن ميدو أخذ الفرقة وخرج في معسكر بعيد عن الأجواء بتاعت إن تعيين لجنة أو اختيار لجنة في التوقيت ده، وأنا شايف إن ده قرار صائب جدا. وإن كان يعني إن كان في الفترة اللي فاتت كان في ناس بتطالب إن يكون في تكاتف لسرعة إنهاء إجراءات، إن يكون في لجنة في التوقيت ده عشان برضو نلحق القيد في باب الغلق بتاعه، ولكن أنا شايف إن القرار بتاع ميدو برضو إلى حد ما صائب عشان يركز شوية في الماتش بتاع الداخلية، لأن الماتش مهم قوي وهو محتاج الثلاث نقط دي عشان يلحق حاجة في الدوري بإذن الله. أعتقد ده أحد الأمور اللي بتطمن شوية جماهير النادي الإسماعيلي قبل مواجهة الداخلية. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا، يبقى دايما معنا على شاشات ون تايم سبورتس.